الإعلام دكتور سمير دليل. حقيقة أني كنت متيقن بأن هناك شيئان سيمتزجان في مداخلته، وهي المتعة والفائدة أيضا، لأن أسلوبه كما رأيتم يعني من المتعة بمكان. أتى الأستاذ على ذكر جملة من الأشياء، وإن كانت لغته يعني تصل القلوب قبل الأذان وتطرق القلوب قبل الأذان، وبالتالي لسه بحاجة إلى أن أختصر وأعيد الشيء الكثير. فقط انطلق هو من أن القوة مطلب شرعي، وأن الناس تتعدد المفاهيم ونظرتها للقوة، واحد يراها مالا، واحد يراها قوة جسدية، الآخر يراها قوة علمية. أيضا من المفاهيم، وهذا ما تأكدت منه، بأن الأستاذ يأتي إلى جملة من المفاهيم المتوارثة فيهدمها، لأن رؤيتنا لها هي رؤية خاطئة جدا، كفكرة أننا نريد طفلا خاضعا لا طفلا صاحب شخصية. إننا نكون بأبنائنا ذاك الطفل الخاضع الذي لا يقول لا، ومن لا يحسن قول كلمة لا سينجر حيث يجرفه التيار. أيضا هدم لمفهوم الورقة البيضاء التي نريد أن نكتب ما شئنا عليها وكذا، وهذا المفهوم يتداول كثيرا ومفهوم خاطئ، يعني حتى العلم الحديث أكد بأن الطفل لا يولد يا جماعة، لا يولد ورقة بيضاء، من خلال تجارب أجريت على أن في رحم أمه هناك جملة من المعارف المسبقة التي يتلقاها الطفل. هدم لمفهوم الأم المثالية، تلك التي تشقى وتنجز كل شيء، وهذه كان تحدث عنها فيما أحسب نص جميل جدا لأبي العدود وهو يقارن ذات سنة، يعني هذه قديمة، النص كتب في أواخر في بداية الثمانينيات، وهو يقارن بين نمط أسرة غربية كيف تربي أبناءها على أن يعتمدوا على ذواتهم، على أن كل واحد له ما ينجزه، وبين النموذج العربي اللي هو أن الكل يفتح فاه والأم هي التي تطعم وهي التي تفعل كل شيء. أيضا يقول الأستاذ بتفادي ردات الفعل السريعة، وهذا ما نعانيه، نعاني نحن بأننا لن نفكر في عواقب الأمور، تكون رد يكون الفعل ويكون مباشرة يعقبها ردة الفعل، وردة الفعل ليست في كل الأحيان تكون مرضية. كنت قلت في بداية هذه الجلسة، قلت إن النية الحسنة لا تصلح بالضرورة العمل الفاسد، فإذا كان العمل فاسدا وكانت النية حسنة لا تصلحه، إن الإنسان مؤاخذ بجريرته وبنتيجة عمله. أيضا احتواء مرحلة العناد لدى الطفل، هذه أيضا نقطة رئيسة وقف عليها الأستاذ، إشباع الاحتياجات النفسية وبناء العلاقة وحوار الصداقة، وأين نحن من هذا؟ أين منا من يصادق ابنه؟ حتى ابني هنا قد يقول لي ثاني لست صديقي يعني، أو حتى ابني حاضر أستاذ كان يستمع لك بنتي هنا يعني هذا أيضا أي واحد حركة قابل به. ثم يعرض الأستاذ إلى آثار بنائه الشخصية القوية. الحقيقة أن الأستاذ ذكر أشياء جميلة جدا، مشكور أيضا على ما قدم إلى غير ذلك. إذن الآن أنا سأحل الكلمة الأستاذ أيضا الأستاذ دكتور علي حليتيم من خلال مداخلته الموسومة بالنسوية وطبيعة المرأة. فقط أنا قبل ما يبدأ مداخلته، يوما ما سيدي سأستضيفك أديبا على أساس أنه في مجال اختصاصي، أن النسوية وطبيعة المرأة، فهل النسوية لأن لم يلقى تيار من التيارات مثل ما لقي هذا التيار من العدائية وكذا، هل أسأنا فهمه فقط أم هو على ما هو عليه؟ فليتفضل أستاذ دكتور علي حليتيم، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشعر اليوم بأني مظلوم بعد كل ما سمعتم من هذا المداخلة البارخة الممتعة التي امتصت كل طاقتكم، وبعد المداخلات الجميلة والكلمات الجميلة جدا، الشيخ عاشور أعطاكم يعني في الكلمة خارطة الطريق يعني حقيقية يعني للعمل، ورئيس البلدية الله يبارك يعني كلمة جميلة جدا حول الحرص على الوطن، والسيبو كثير الذي أخجلنا بلغته وأدائه، فلم يبقى لي إلا أن أحزم أمتعتي.
وخاصة أني سأقول كلاما مزعجا وصادما. ولكن يقول سيدنا عمر الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والجاهلية التي سأحدثكم عنها ليست جاهلية بعيدة، بل هي هنا بين جدراننا. والخطر الذي سأحدثكم عنه ليس خطرا قادما، بل هو خطر حال في بيوتنا وقوانيننا ومؤسساتنا وفي كل شيء. إنه خطر الحركة النسوية. وخلاصة الموضوع، هذا كله خلاصة كتاب سوف يصدر قريبا بحول الله وقوته، أن الغرب كان يعيش في ظل المسيحية الطاغية. كانت المسيحية تسيطر على حياة الناس كلها، وكانت تشرح للناس أن يوم القيامة قادم ولا داعي لأن تفعل أي شيء. وكانت الكنيسة متحالفة مع الإقطاع الذي هو عبودية شر من كل العبوديات. يعمل ذلك المسيح الأوروبي في أرض، وأولاده سوف يعملون في تلك الأرض، وكل ذريته مسخرة لهذه الأرض ولا يستطيع أن يخرج منها أبدا، ويبقى في خدمة ذلك السيد. وذلك السيد يخضع إلى ملك يقتل كل من يخالفه، ويترعى كل ذلك الكنيسة التي تحرم الشك وتحرم التفكير وتحرم قراءة الإنجيل، لا يقرأه إلا القس، ويقرأه بلغة غير اللغة التي يفهمها الناس، وتحرم ترجمة الإنجيل أو تفسيره أو شرح معانيه. وكانت في ذلك الوقت تقام المؤتمرات حول هل المرأة بشر أو حيوان، هل المرأة تملك روحا أو لا روح لها. في ذلك الوقت جاء ما يسمى الإصلاح الديني، رانا في القرن السادس عشر، 1500 وحاجة. جاء الإصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر في ألمانيا، وقاده كالفين في فرنسا وبلجيكا. وخلاصة هذا الإصلاح الديني الذي جاء بالمذهب الجديد اللي هو البروتستانتية، أن المسيحي من حقه أن يقرأ الإنجيل، ومن حقنا أن نفسر الإنجيل، ومن حقنا وجاء ضد ما يسمى صكوك الغفران. هذا الإصلاح الذي كان ثورة عظيمة، كان واحد شخص واحد غائب من ذلك الإصلاح هو المرأة، بقيت في تلك الحالة تحت الإنسان. ثم جاء ما يسمى بفلسفة الأنوار، التي جاءت بتحرير العقول وبضرورة التفكير وبمحاربة أو محاصرة الكنيسة وغير ذلك. جون جاك روسو وفولتير وجون لوك وأوغست كونت وغيرها وغيرها، وقصة طويلة. ولكن فلسفة الأنوار التي حررت كل شيء لم تحرر الماء. جون جاك روسو الذي كان من رموز فلسفة الأنوار، عنده 5 أولاد أرماهم في دار الأيتام، وقال: ليس عندي الوقت لأعتني بهؤلاء الأطفال المزعجين. ونيتشا كان يقول كلاما غليظا جدا في المرأة، وهو رائد وأب فلسفة الأنوار وأعظم فيلسوف في التاريخ الغربي كله، على حسب ما يقولوا بعد أرسطو. وجاءت الثورة الفرنسية وبقات المرأة في نفس الوضعية. وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقيت المرأة في نفس الوضعية. فبدأت النساء يتظاهرن فيما يسمى الحركة النسوية، التي مرت بثلاث موجات، وراني نمشي بسرعة كبيرة جدا لأصل إلى لب الموضوع. بدأ النساء يتظاهرن في ثلاث موجات كبيرة. الموجة الأولى بدأت في 1880 وانتهت في 1920، وكانت تطالب أساسا
بأربعة أشياء: الحق في التعليم، لأن المرأة كانت محرومة في التعليم، وحنا وقت بدينا نعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له بنتان أو أختان فرباهما فأدبهما فأحسن تأديبهما كن له حرزا من النار. احنا بدينا 1400 سنة نعلم، فبدأنا يطالبنا بالحق في التعليم والحق في الملكية. المرأة كان لم يكن لها الحق أن تملك الأموال، واحنا وش يقول ربي في القرآن العظيم: فلا تأخذوا منه شيئا إلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فخذوه هنيئا مريئا. والحق في التعليم وفي الملكية وفي العمل وفي الانتخاب. آخر مقاطعة أوروبية في سويسرا أعطت حق الانتخاب للمرأة، مقاطعة في سويسرا في 1990، فرنسا 1940، الولايات المتحدة 1920. وحنا واش يقول عبد الرحمن بن عوف حينما كلف أن ينظر في من يستحق الخلافة بين علي وعثمان؟ قال: فسألت المسلمين ورحلت إلى أهل البدر البدو وسألت العذارى في خضورهن. راح حتى البنات هذوك اللي متدرقين مازالهم مش متزوجين يحشموا يدرقوا في البيوت، راح عليهم وسألهم قال لهم: واش تقولوا عثمان أو علي؟ فكانت هذه الموجة الأولى، ولكنها موجة كانت تطالب بالحقوق. جت الموجة الثانية تطالب بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وتطالب بإدخال الرجل إلى البيت للعمل على أساس أن البيت هو موضوع سيطرة الرجل وهيمنة الرجل، وتطالب بإخراج المرأة من البيت إلى الفضاء العام، وأن فضاء البيت والأسرة هو فضاء لسيطرة الرجل وسيطرة الإيديولوجية الذكورية. وتطورت إلى الموجة الثالثة حيث تمردت النساء على الأمومة، وقلنا إن الرحم ديكتاتورية، والآن النساء في الغرب يطالبن بإنشاء رحم اصطناعي. قال لك هذه الطبيعة ديكتاتورية التي زرعت الرحم في جسد المرأة، ويطالبنا بالثورة ضد تربية الأبناء، ويطالبنا بأشياء كثيرة يستحي الإنسان من ذكرها في هذا المقام. والله يا إخواني لما كنت صغير، كنت شاب يعني مش صغير، كنت دائما أتساءل نقول: لماذا يكرر الله عز وجل في كتابه العظيم قصة لوط عليه السلام؟ فلما رأيت هذه الجاهلية أدركت السر. ثم وصلنا الآن إلى المتحولين جنسيا. لو أذكر لكم واحد المعلومة ربما ما تصدقونيش، أحد المواقع الأمريكية أحصى الأنواع البشرية فوجدها تصل إلى 52. هم عندهم ذوك الرجل والمرأة، والمتحول للرجل المتحول إلى مرأة، والمرأة المتحولة إلى رجل، وعندهم الترانس جور والسيس جور، وعندهم الرجل اللي يقول لك أنا ماني لا مرأة لا رجل، وعندهم المرأة اللي تقول لك أنا ماني لا رجل لا مرأة، وعندهم وعندهم وعندهم. وآخر نوع خرجوه هو فلويد جندر، هو النوع السائل تاع رجل يقول لك الصباح أنا رجل والعشية يقول لك أنا مرأة، أو مرأة تقول لك أنا الصباح أنا مرأة والعشية وفي المساء هي رجل والغدا تقول لك أنا مرأة. وأرجوكم ما تضحكوش، نذكر من الدلائل التي تشير إلى أن هذا الخطر روحل في ديارنا وليس بعيدا أبدا، بل هو عندنا. إذن وصلنا إلى هذا الموضوع. في الولايات المتحدة الأمريكية أجريت إحصاء في ولاية مينيسوتا،
تعرفوا يا إخواني كم وجدوا من الأطفال الذين يرغبون في تحويل جنسهم في إحدى المدارس؟ 1 من 33، يعني في كل قسم كاين واحد. ما بقاتش ظاهرة غريبة. العيادات التي تحول الناس من جنس إلى جنس في القرن الماضي في الولايات المتحدة في بداية القرن كانت واحدة، الآن موجود 50 عيادة. وأشهر تلك القصص التي تحكي عن هذه التحولات هي قصة هذاك الطفل بروس، ومن بعد ولاو سماوه دافيد، ومن بعد ولاو سماوه برندا. والله قصة مؤلمة لازم نحكيها لكم. هذو طفلين توأمين، زوج توام، ولدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واحد اسمه بروس واحد اسمه براين، توام ذكور. ثم أحد هذيك التوأمين أخذاه والداه باش يديروا له عملية الختان. هما مسيحيين ما يديروش الختان، ولكن كانت فلقة ذكره مزيرة في موزيس يسميه هذا المرض، فأخذوه للختان، والطبيب ذاك لم يكن يحسن الختان فشوهه، كما صرت عندنا في أم البواقي. والله قصة منذ عام، منذ 4 سنين أو 5 7 أطفال يعني. فذهب إلى المستشفى، وهناك في المستشفى تلقفهما أحد الباحثين في موضوع الجنة، وهو مجرم عظيم، أحد الباحثين الكبار، وهو من أول من أسس نظرية الجندر، ويقول إن الجندر هو بناء اجتماعي وليس حاجة بيولوجية، كما كان تقول سيمون دي بوفوار الفيلسوفة الفرنسية المؤيدة للاستعمار، وهنا راهم يعبدونها، المجرمة المنحلة خلقيا الفاسدة التي كانت ضد الأمومة وضد الإنجاب، كانت تقول on ne pas femme on le devient، تقول إن المرأة لا تولد امرأة بل تتحول إلى امرأة بالقهر تاع المجتمع. فهذا كذلك كان يقول إن الجندر هو بناء اجتماعي، وطاحوا في يدي هذا التوأمين ففرح بهما فرحا عظيما، وقال للوالدين إن الحل لبروس هذا هو أن نحوله إلى أنثى. قال لهم لأنه بهذه الأعضاء المشوهة سوف يكون معقدا ويتعرض للانتحار. وأقنعهما في جلسات طويلة، وكلما طرحوا عليه سؤالا وجد عنده جوابا. كيف نعمل له في التبول؟ لا مشكلة، سوف نحل المشكلة. كيف نعمل لكذا؟ لا مشكلة. قال لهم الهرمونات والعلم الآن، قال لهم يقول لهم الجنس هو 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 ثمرة التربية وليس ثمرة الطبيعة، nurture not nature. وأقنعهما بذلك وأجريت له العملية الجراحية، وسموه برندا، وأصبحوا يلبسونه لباس الفتيات وكذا وكذا وكذا. ولكن الطفل الذي رغم أنه كان يعني صغيرا لكنه كان مدركا للموضوع، وبدأ يثور وبدأ يمزق ثيابه ويرمي ألعاب البنات، لكنهم وكلما ذهب إلى ذلك المجرم كان يطمئنهما أنها مرحلة. ثم زاد غيه وفجوره، فأصبح يحضر ذلك التوأمين ويجبرهما على عمليات جنسية بينهما ويصورهما تحت عنوان البحث العلمي. والله أعتذر ولكن لازم نقول لكم باش تعرفوا باللي الجاهلية جاهلية، باش تعرفوا نعرفوا كلنا نعمة الدين العظيم اللي رانا عايشين فيه. ثم ذلك الطفل لما زاد كبر وصل 14 سنة أخبره والده بالحقيقة، فأقسم لهما أنه إن أرجعاه إلى ذلك المجرم أنه سوف ينتحر، لأنه كان يريد أن يجري له عملية أخرى ليزيد من صفات النساء في جسده،
وتخلى ذلك الطفل عن اسم برندا وسمى نفسه داوود، وعندما كبر أكثر ذهب إلى أحد الكتاب وطلب منه أن يكتب قصته، فكتب له قصته، لكن ذلك المجرم لم يعلق على هذه القصة. وعندما كبر أكثر بدأ يحكي هو وأخوه براين عما جرى لهما، فانتهى الأمر ببراين إلى الانتحار بالأدوية، كان يأكل الأدوية المضادة للاكتئاب خوه توأم، ثم أكل جرعة كبيرة فمات في 2002. ثم هذا داوود الذي كان بريس ثم تحول إلى براندا ثم تحول إلى داوود، في شهر ماي 2004 ذهب إلى باركينج تاع سوبر ماركت ووضع السلاح في رأسه وضرب رأسه برصاصة، لكن ذلك الطبيب جون مولي تلقى 65 جائزة من الجامعات والمؤسسات الأمريكية، وأعماله نشرت وترجمت في أغلب لغات العالم وهي إلى الآن منتشرة، وله 2000 ورقة بحثية عن الجندر وتغيير الجنس وكذا، وكان يدرس في جامعة جون هوبكينز. احنا في العالم الثالث كنا سمعوا جون هوبكينز يونيفرسيتي نرجفو، ولم يعلق أبدا على هذه الحادثة، وعدتها الأوساط العلمية في ذلك من أعظم الإنجازات. في برنامج موجود على اليوتيوب، أب تحول ابنه إلى أنثى وعملوا لهم مواجهة، يا أخي تعرفوا هذه المواجهات في التلفزيون، فذلك الأب يعني أرسل دمعة مثل الحجر كالكرد كما نقولوا حنايا، وقال لابن ولك والله بنته، قال لها واي واي لماذا، مع العلم أنه دراسات علمية والله غير ورقات علمية ما عندهاش الحصر، تقول أنه 50% من المتحولين ذوك يفكرون في الانتحار، و20% منهم عندهم باساج لاكت يعني يديروا محاولة الانتحار، 50% إحصائيات علمية درست في كاليفورنيا في الولايات المتحدة في بلدان الشمال هولندا النرويج الدنمارك كلها، ولكن الحركة النسوية لا تريد أن تفهم شيئا. وانتهى بهم الأمر أنه في 1952 داروا الإعلان العالمي لحقوق لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعرف باتفاقية سيداو التي وقعت عليها الجزائر في سنة 1996، ووقعت عليها كل الدول العربية وآخرها قطر في 2009، وكل الدول العربية التي وقعت بتحفظات أن الأمور التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولكن كل الدراسات تقول إن تلك التحفظات ما هي إلا خطة أمريكية، يقول لهم تحفظوا من أجل الناس، يقولوا الحمد لله ها قد تحفظنا على هذه المواد، ولكن يمر التوقيع مرور الكرام. وبعد 20 سنة وفي سنة 2008 في مؤتمر نيروبي تم التصديق على رفع كل التحفظات عند كل الدول، هذه الاتفاقية التي تمنع كل إشارة، كل قانون، كل برنامج حكومي يمنع الزنا، وتجبر الدول على استحداث قوانين تحارب الولي كما في القانون الجزائري للأسف الآن، أن المرأة يزوجها وليها أبوها أو غيرها، أبوها أو غيره هي مكتوبة في القانون الجزائري، يعني المرأة تجيب أي رجل يزوجها إلى غير ذلك. لا أريد أن أطيل في قضية سيداو لأني شوية برك ما نكثرش. شوفوا يا إخواني، أنا القصص المزعجة خلصت نذكر قصص ذوك شوية مزعجة ولكن ليس كثيرا. يعني رئيسة لجنة الأسرة في الصين الفرنسي، إخي على بالكم الآن في كل دول الأوروبية
الآن عندهم زواج المثلي، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. رانا عايشين في جاهلية القرن العشرين التي لا نقول إنها فاقت كل جاهلية الماضي، ولكنها جمعت كل جاهلية الماضي وضربها في ألف أو في مليون. رئيس لجنة الأسرة لأنه طرحت قضية خطيرة وإشكال، قال لك إذا كان زوجان مثليان رجلان وعندهم ابن، كيف يعمل ذلك الابن؟ واحد فيهم يقول له يا أبي، والآخر ماذا يقول له؟ وأين أمه؟ وإذا كانت امرأتان وعندهم ابن، واحد فيهم إحداهن يقول لها يا أمي، والأخرى ماذا يقول لها؟ فرئيسة لجنة الأسرة في السيما الفرنسي، تصور هذو اللي احتلونا الكاريتي، هذو اللي احتلونا، يعني واحد يخبط رأسه للحيط، يعني أرجوكم ماذا تقول؟ ومدخلته هاي في اليوتيوب، تقول إن هناك بعض الناس يقترحون أنه الابن اللي الطفل اللي تبنوه رجلان، قالت يقترحون أنه يقول الواحد فيهم بارون أ والآخر بارون بي. تصوروا ابن عايش مع رجلين، واحد بارون أ واحد بارون بي، احنا نعيطوا يا أبي، هو يقولوا إيه بارون أ، إيه بارون أ جوتام، إيه بارون بي. قالت ولكن هذا الحل أنا لا أحبه لأنها إنسانية زعما، قالت أنا لا أحبه. ماذا تقترح؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. قالت أنا أقترح أن هذوك الرجلين اللي عندهم ابن نجيب لهم امرأتين متزوجتان في أقرب منطقة لهما، قريبتان من السكن عندهم ابن، فنخيروا أب واحد، نخيره أب لذلك الابن، ونخيروا واحدة من المرأتين نقول له هذه أمك، والابن هذاك ابن المرأتين واحدة إحداهما نقول له هذه أمك، ونخير له أحد الرجلين ونقول له هذا أبوك. فهذا هو الحل الذي اقترحته رئيسة لجنة الأسرة، والنتيجة أنه فضيحة انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان رجلان مثليان لهما ابن يربيانه، وبعد البحث والتحري اكتشف أنهما كان يغتصبانه لمدة 10 سنوات، وعندما يزعجانه يضعانه يزعجهما يضعانه في صندوق كعش من حديد ويغلقان عليه بعد الضرب المبرح. وعندما طرحت القضية في وسائل الإعلام الأمريكية سيانان وسي ان بي سي، ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه الحادثة ليست منفردة بل هي ظاهرة متفشية. وفي تقرير رسمي للأمم المتحدة أن ليلا ناش سير منظمة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين قالوا إن رجال المنظمة الأمريكيين والأوروبيين قد ارتكبوا على الأقل 60,000 اغتصاب في حق الأطفال في 10 سنوات الماضية، والتقرير موجود على الإنترنت، عنده خرج حوالي 3 سنين ولا 4. وش نزيد يا إخواني؟ التقيت أحد القساوسة في مدينة يعمل في مدينة نيس، قس أمريكي يعمل في مدينة نيس، هو قس بروتستانتي، يعني فرنسا أغلبهم كاثوليك ولكن فيهم أقلية بروتستانت، فهذا القس جاء من الولايات المتحدة ليرعى كنيسة في نيس. فيحكي لي، قال لي لما كنت في الولايات المتحدة وكان ابنه يدرس في المدرسة الابتدائية، فذلك الابن يذهب للمدرسة ويذهب أبوه ليحضره من المدرسة، طبعا هم عندهم اختطاف الأطفال وكذا، يعني أشياء مرعبة. فقال له ابنه، قال له داد، واي صديقه، عنده صديق واسمه براين، قال له واي براين has two mothers، قالوا لماذا صديقي عنده زوج أمهات؟ احنا في العربية نقول أم وأمهات، المثنى يعني قليلا ما نذكر المثنى، أمهاتاني أو أماني وما نعرف كيفاش يعني. قالوا لا عنده زوج أمهات لأنهما مثليتان وتأتيان ثنتاهما لإحضار ذلك الطفل. وكاين واحد القس واحد آخر زارني في مدينة سطيف، وهو قس أمريكي، والأمريكان البروتستانت القساوسة يتزوجون، جاء هو وزوجته، وزوجته تنظم الدروس في الكنيسة. هذه نقول لك يعني قصة يعني بالسند الآلي، يعني من عندهم، يعني في البيت، البيت عندي في البيت. ودوك نحكي لكم نكتة باش نلطف الجو، يعني باش ماشي غير الإزعاج.
مرة لما جاءوا قاعدين نتعشوا وهو يعني معنا وزوجته مع النساء من هيت، وعرضت الجيران باش يتعشوا بالمناسبة، فجاء الجيران وجاء الأطفال، أطفال الجيران، فعملنا لهم طاولة صغيرة، أك عارف يعني الأطفال الصغار طاولة صغيرة. فسألني قال لي من هؤلاء الأطفال بالإنجليزية طبعا، يعني بس زعما نقول لكم اللي يعني نهضر شوية الإنجليزية، قال لي من هؤلاء الأطفال؟ قلت له هذوك ولادي وهذوك ولاد الجار المقابل وهذوك ولاد الجار المحالي. فقال لي هذا خيال عندنا في تكساس، قال لي هذا محال مستحيل، قال لي احنا في عندنا يدخل عندك صديقك ضيف مرة في العام بالموعد، ومستحيل يجيب معه إنسان ليس مدعوا ولو كان ابنه أو أي شيء آخر. قال لي هذا خيال عندنا. فجلسنا وتعشينا ثم حطينا ديسير الدلاع، فقال لي جاري، قال لي الشيخ علي قال لي هذا كافر. قلت والله هذا كافر 100% يعني صافي، قلت والله غا دوريجين هذا. قلت له كيفاش دخلت كافر لدارك؟ قلت له راك تشوف فيه؟ قال لي نعم. قلت له واش راه يدير؟ قال لي ويكل في الدلاع. قلت له يوم القيامة بربي إن شاء الله نطلع عليه من الجنة ونقولوا له تاكل الدلاع واحد الخبيثة. قلت له هذه حجة الله عليه. قال لي خلاص أنا فهمت. فتحكي زوجته وهي تعمل الدروس في الكنيسة، وكان الدرس في ذلك اليوم حول حماية الكنيسة للمرأة والأسرة، فأخذت إحدى الحاضرات تبكي بكاء مرا، فقالت لها لماذا تبكين؟ قالت لها لأن أختي تريد أن تتحول إلى رجل. قالت لها معليش أحضريها وسوف نحاول أن نقنعها. قالت لها خلاص لقد قصت ثدييها، الآن في الولايات المتحدة من حق فتاة 13 سنة بعد إذن أبويها أن تقص ثدييها، وما يسميوهاش ماستيكتومي كما هو الاسم التقني، يسميوها توب سيرجري، وبدون إذن أبويها إذا كان عمرها 15 سنة. فقاتلها قصت، قاتلها معليش ما فاتش الأوان جيبها. فزاد بكاؤها. قاتلها ماذا؟ قاتلها الأسبوع القادم راهي عندها عملية نزع الرحم والمبيضين، استيركتومي. والله غير حقنا ذوك الليل والنهار نحمد ربي على نعمة هذا الدين العظيم الذي جعل من الرجل رجلا ومن المرأة امرأة. والنسوية بأن المرأة في طبيعتها لا تتفق مع المرأة أنواع، كان النسوية الاجتماعية والنسوية الراديكالية والنسوية المادية والنسوية الماركسية والنسوية الفرويدية نسبة إلى فرويد، والنسوية الليبرالية بالنسبة إلى الدول الليبرالية. وزادوا خرجوا نوع واحد قال لك هذه الراديكالية، هذه النسوية الراديكالية اللي تقول ما كانش المرأة، كاين لو جور، ما كانش المرأة والرجل، وما كانش الأسرة، والرحيم لازم نحيوه، لازم العلم يتقدم باش نحيو الرحيم. وبل دعت بعضهن إلى إقامة مجتمع من النساء خالي من الرجال تماما، وقالوا مشكلة الإنجاب سوف نجد لها حلا. بل حصل في فرنسا في سبتمبر 2020 أن رجل كان متزوج هو وامرأة، ثم قرر فجأة أن يتحول إلى امرأة، وسجل اسمه في البلدية باسم امرأة، ثم أنجب امرأة بدون عملية جراحية، لأنهم هما يقولوا باللي سي سوسيال حتى يقدر بدون عملية ويتحول إلى امرأة، وتحول إلى امرأة، ثم أنجب من امرأته ابنا. فعندما سجلوه في البلدية قال لهم لا، قال لهم أنا امرأة وتسجلونني على أني أمه، وهاجم البلدية في المحكمة وخسر الحكم، وهو الآن قد وضع القضية دير طعن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أن يسجلوه أنه أم ذلك الطفل. شبعت ولا متزال؟
بعد ما شبعتوش وعندي المزيد المقرف، ولكن الدور تاعو انه يزيد الانسان ايمانا بديننا. قلت لك ولكن هنا هاو خلاصه الموضوع، ولكن هنا كلهن راديكاليات، لان خصائص الحركه النسويه هي هذه نذكرها بدون شرح، هي محاربه الدين والاسس الثقافيه والبنى الثقافيه للشعوب. ثانيا التناغم مع المركزيه الغربيه والكولونياليه. ما كانش حتى حركه نسويه تحارب الاستعمار، ما كان حتى حركه نسويه تعترض على قتل النساء في بلدان العالم الاسلامي او في افريقيا. سيمون دو بوفوار كانت من اكبر الداعمين للاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومن اكبر الداعمين للصهيونيه، ونالت جائزه في 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 اسرائيل في 1975. محاربه الدين قلناها، فرض رؤى مجموعه اقليه على الاغلبيه النسويه. الحركه النسويه لا تهتم للنساء، الحركه الاسلاميه لا تهتم لبناتنا ابدا، هن يضعن القوانين ويضعن الاسس وعلى باقي النساء الاتباع. رفض اي شكل من اشكال النقاش العلمي او التحاكم الى غير المركز الانثوي الذي هو الاقليه. المزايده المستمره، حركه النسويه من خصائصها المزايده. الان هذا الموجه الثالثه، وبعضهم يسميوها الموجه الرابعه بعد قضيه ميتو هذيك في 2018، الموجه هذه الثالثه ترمي الموجة الثانية والأولى، تقول لك هذوك موجات ذكورية، هذوك لا يمثلون النساء، لأنهم يعملوا على المزايدة المستمرة. رمي المخالفات من النساء ولو من الحركة النسوية بالذكورية. كون تشوفوا مقدار السب والشتم الذي يكون بينهن، تعرف بأن هؤلاء خلاصة ما قال الله عز وجل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والحركة النسوية في الخلاصة هي حركة إلحادية ومعادية للمرأة والإنسان. فما هو يا ترى حال الحركة النسوية في العالم العربي وفي الجزائر؟ ما هي خصائصها؟ خصائصها الخاصية الأولى التي تجمع بينهن هي العداء الشديد للإسلام. والأمثلة على ذلك كثيرة. نوال السعداوي التي كانت تقول إن الله عز وجل له، لماذا لم يكن أنثى بدل أن يكون ذكرا؟ تعالى الله عما تقول تلك الشيطانة علوا كبيرا. شوف ألفة يوسف في تونس وش تقول، شوف هذيك اسمها عضوة البرلمان الفلسطيني اسمها عشماوي ولا شعراوي، شعراوي. الحركة الأنثوية في الضفة الغربية حركة معادية للإسلام ومعادية لتحرير فلسطين، حركة خائنة، حركة تابعة للصهيونية إلى درجة لا يمكن أن نتخيلها. ويقول حينما يكلمهم الناس عن تحرير فلسطين، يقولون نحرر المرأة من هيمنة الرجل ومن سيطرة الدين ثم نحرر فلسطين. خيانة الأوطان والتناغم مع الاستعمار، ما تلقاش واحدة نسوية تسب فرنسا في الجزائر أبدا، ما كانش واحدة نسوية تنصر اللغة العربية أو تحارب اللغة الفرنسية في الوطن. الاتباع الكامل للنسوية الغربية دون تفريق بين تيار وتيار. في الغرب الحركات النسوية تتعادى فيما بينها، ليزيسونسياليست، ليديفيرونسياليست، فرويديان، ماركسيست، هذو كل أعداء فيما بينهم. ولكن الحركة النسوية عندنا هي حركة تتبع كل ما يأتي من الغرب دون تفريق بين حركة وحركة. وأخطر نقطة هي فرض التغيير في مراكز القرار الثقافي والإعلامي والقانوني. الحركة النسوية في الجزائر وفي العالم العربي لا تسعى إلى إقناع النساء، بل تسعى إلى تغيير الأمور بالقوة عن طريق القوانين، عن طريق السيطرة على مراكز القرار، كما راهي لجنة الأسرة في الأمم المتحدة، الأعضاء الذين فيها رجالا ونساء بأسمائهم وألقابهم ومناصبهم كلهم نسويون متطرفون 100%.
السكوت من خصائص النسوية في العالم العربي، السكوت عن كل الإيجابيات حول المرأة في الدين، حتى ولو كان إيجابي يعترف به الغربيون، إلا أن النسوية العربية لا يمكن أن تعترف بذلك. وفي الأخير العداء الشديد للمرأة المسلمة والسكوت عن كل قضايا الظلم الذي يطال النساء في العالم العربي، وما أكثر ما الأمثلة على ذلك. ما العمل؟ هؤلاء النسويات لهم سلطة المنبر، الإعلام بيدهم، المؤسسات الثقافية بيدهم، كل شيء بيدهم، القوانين بيدهم. اتفاقية صيداو وقعت عليها الجزائر ورفعت التحفظات. ومن من أخطر الأمور التي يجب أن ننبه عليها هي ثنائية الخطاب وثنائية المصطلحات. النسويات لما يتحدثوا في وسائل الإعلام أو حتى بعض المسؤولين الذين يؤيدون الحركة النسوية يقولون إن الحركة النسوية أو اتفاقية صيداو نحن نقبل فقط ما يتناغم ويتوافق مع ديننا وثوابتنا، ولا يمكن أن نفرط في ثوابتنا. ولكن واقع الأمر وخطابهم على الغرب يدل على عكس ذلك تماما، ويدل على أنهم يمارسون النفاق مع شعوبنا، والدليل هو رفع التحفظات. وحتى في رفع التحفظات يقول لك إن رفع التحفظات لا يعني أن نتخلى عن قيمنا وثوابتنا. إذن ما العمل؟ العمل هو كشف الأنثوية على حقيقتها. يا إخواني أرجوكم، لسنا بحاجة إلى النقد، نحن بحاجة فقط إلى التعريف. ما ذكرت له لكم من قصص مقرفة هذا يكفي في نقدها. نحن بحاجة إلى تعرية هذه الحركة وبيانها على حقيقتها دون الحاجة إلى نقدها، لأنه مما تنفر منه الفطرة البشرية. بيان خيانتها للأوطان، بيان روعة الإسلام كما تفضل الشيخ سمير قبلي، والعمل الإعلامي، العمل الإعلامي عن طريق وسائل التواصل. نحن الآن لم نأتي هنا لنقنع بعضنا، لأن أصلا مقتنعون. هل جئت أنا لأقنعكم بأن الحركة النسوية خطر على الإسلام؟ هذا يعني غير معقول. فلا يجوز لنا أن نمارس الخطاب الداخلي. فعلا هذه المداخلة يعني تحسيسية للشعور بالخطر. أعظم ما يمكن أن نقوم به بيننا هو أن نشعر بهذا الخطر الدائم الذي دخل بيوتنا عن طريق الإعلام، ودخل بلداننا عن طريق القوانين وعن طريق الجمعيات الخائنة المعادية للإسلام. والدور الثاني للإعلام عن طريق وسائل التواصل هو إسقاط هذا الرموز المعادية للإسلام. شوفوا مثلا عمل جميل قام به شبابنا مع مثلا أمين الزاوية، أسقطوا رمزيته في الفيسبوك، فالحمد لله الآن سكت لأنه يعلم أن صوته لم يعد مسموعا، وأنه فضح على حقيقته في عدائه للدين والإسلام. فلا ليتنا نفعل نفس الشيء مع رموز النسوية. خلاص ها الجملة الأخرى. إذن الآن في الغرب يتساءلون بجد، أن نقول الآن في الغرب يتساءلون بجد ما هي المرأة. خلاصة الحركة النسوية الآن يتساءلون ما هي المرأة، والجواب عندنا. المرأة هي ذلك الكائن الخفيف الظريف الجميل اللطيف، بنتا في صغره وزوجة في شبابه وأم في كبره، والجنة تحت أقدام الأمهات، والحمد لله رب العالمين. شكرا للأستاذ الفاضل الدكتور علي حادي تيم على ما قدم. الحقيقة أنا أعتذر منه على ما يكون قد شعر به من ظلم وغمط حق.
ربما تحدث عن خطورة النسوية بموجاتها وإن تعددت الموجات، موجاتها الأربع، لكن هي تصب في الطالب نفسه. فقط أنا أريد أن أنبه فقط، صبروا معنا إخواننا قليلا حتى ولو رفع أذان العصر، يعني بعد خمس دقائق والله روحوا مباشرة لصلاة العصر، يعني ربما تقدير، لكن الوقت في تقديري ما زال. الإخوة الأفاضل الجديد الذي جد ونقلك عندنا فيديو، هذا لم يكن مبرمجا، وبالتالي أنا قبل أن أحيل الكلمة للأساتذة أيضا أن أعطيهم كلمة في الرد على بعض التعقيبات اللي من المفروض موجهة للقاعة، يعني حتى الإخوة الأفاضل، حتى لأن كليهما حبذا أن يكون تكون الأسئلة تفاعلية. إذا تقدروا تفوتوا الفيديو تاعكم من بعد شهر ونص. إحياء هذه الأيام التربوية، شكر للدكتور علي حليتيم عندما تحدث عن هذه المنكرات أو الظواهر الغريبة والدخيلة على المجتمع المسلم مثل المثلية والعياذ بالله، والتي أصبحنا نسمع عنها وبكثرة، وأيضا عن قريب وليس عن بعيد فقط. لذلك أنا أسأل فعلا، أين نحن؟ أين الآباء وأين الأمهات؟ أعجبتني أيضا جملة قالها الدكتور دهريب عندما تحدث عن الأسرة الكتلة، يعني أنا سأستعير هذا المصطلح الذي قلته أستاذ، الأسرة الكتلة. أين الأسرة التي تصلي مع بعض، تقرأ مع بعض القرآن، تصوم مع بعض، تشارك هذه مبدأ المشاركة الجميل خصوصا في الأعمال الخيرية لكي يتعلم منا أبناءنا، لأننا نحن القدوة. جملة أخرى أيضا عندما تحدث عن التطعيم، قال تطعيم الطاقات الموجودة في أبنائنا، جملة أعجبتني دكتور، بما أننا اليوم نشهد هذا الجمع الغفير، رجاء مني للأولياء استعملوا مبدأ التطعيم، طعموا مواهب والطاقات الموجودة في أبنائكم، أرجوكم رجاء رجاء، بما أنه انتهت السنة الدراسية وجاء الموسم الصيفي، شجعوا أبنائكم على القرآن، وجهوهم للقرآن. دائما أنا أقول أنه في الجزائر نحن نمتلك نوابغ قرآنية، يعني مثل ما تشاهدون في برنامج مزامير داود، تلك النوابغ القرآنية التي صداها يتحدى يعني حدود الجزائر. في ظل هذه الفعاليات التربوية المتنوعة، لنا الشرف جمهورنا الفاضل أن نبرز لكم جانبا من جوانب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو جانب مهم جدا وهو فرع الإصلاح، لأننا شعارنا دائما يدعو لنصرة الإسلام ونصرة كلمة الحق. نقدم لكم اليوم مشروع الأسرة القرآنية.